يعيش شريحة مهمة من الشباب العاطلين عن العمل أوضاعاً صعبة بسبب المشاكل والصعوبات الكبيرة التي تواجهها في بحثها عن العمل. وبهذا الصدد فقد أطلق حاكم ولاية حجر لميس ساتي جيمس كسينويل برنامج دعم الشباب العاطلين عن العمل بالولاية تحت رعاية المكتب الفرعي للهيئة الوطنية لترقية العمل بولاية حجر لميس. وفي البداية الانطلاقة الرسمية تحدث المسؤول الفرعي للهيئة الوطنية لترقية العمل عيسى شريف هلتشي عن دعم الهيئة الوطنية لترقية العمل للشباب وتحقيق الاستدامة من خلال ربط الشباب بالوظائف والفرص الاقتصادية حتى يكونوا قادرين على الالتحاق والمنافسة في سوق العمل وتأمين مصدر دخل ثابت لهم ويعينهم على إعالة أسرهم وتوفير الحياة الكريمة لهم. ممثل الشباب العاطلين عن العمل بالولاية شكر باسمه وباسم الشباب المكتب الفرعي للهيئة الوطنية لترقية العمل بالولاية على الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الشباب، مؤكدا بأنهم سيطبقون كل التوجيهات التي يتلقونها بأكمل وجه. أما حاكم ولاية حجر لميس ساتي جيمس كسينويل أثناء إطلاقه رسميا لبرنامج دعم الشباب بالولاية شكر الهيئة الوطنية لترقية العمل على الجهود التي تبذلها من أجل مساعدة الشباب العاطلين عن العمل ودعمهم اللامحدود، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتأهيل الشباب في شتى المجالات، ذلك بهدف تقليص الحد من ظاهرة البطالة لدى الشباب.